السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم وليد. هذه أول حلقة من حلقات سين دي، إن شاء الله فهمتني. أنا مبرمج باش نعمل عدة حلقات على سين دي. الحلقة هذه باش تكون محورة أساسا حول البرسوناليزاسيون نتاع سين دي، نتاع الترفيه ويندوز سين دي بوان إكزي. أولا كيفاش ندخل سين دي؟ احنا عدة طرق. الطريقة الأولى ويندوز اس، تحللنا هنا في الويندوز 8.1، تحللنا خانة نتاع ريشيرش، نكتبو سي ان دي. الطريقة الثانية ويندوز اير، نكتبو كذلك سي ان دي. هنا هذه سي ان دي. بون، كيفاش نبدأ الحلقة نتاعنا؟ كليكو باليمين على البيرو ولا أي بلاصة، مش لازم تكون بيرو، في أي بلاصة نحبوها نحن. ركوسي، تطلع لنا فلات الريلي. فلات الريلي فيها نكتبو الشمام تاع الركوسي اللي حاجتنا بيه نحن. نكتبو هنا كوم سبيك. علاش كتبنا كوم سبيك؟ كوم سبيك هي هذه فاريابل ولا متغير يحوي طريق ملف التنفيذي نتاع ترفيه سي ام دي، اللي هو سي ام دي بوان اكزي. راح نبدا كمر نكتبو كوم سبيك. جينا دي سي ويندوز سيستم 32 سي ام دي بوان اكزي. المتغير هذا يحوي العنوان هذا طبعا. سويفون هنا اونتري لو نو او سو ريكورسي. لو نو هنا او ادخل اسم هذا الركورسي. النوع هذا يكون ظاهر هنا في بلاصة ان فيديو كوموند. نحن باش نكتبو cmd point it ترميني. هذا الركورسي نتاعنا نزلو عليه، نحلو البروبرتي نتاعو باش نشوفو. جينيرال انا cmd ركورسي نخلوه ديماري في سي ويندوز وليد سي سمح سي سي ويندوز وليد ديسكتوب. توش دراكو سي كنترول ار تي صفر. هنا معنا كيما نحبو نحن، نحبو نخلو كنترول ار تي صفر من بابي نوميريك، ولا نعملو ركوسي نحبو علينا نحن. كومونتير سينبيت اوبسيون، نحطو مود ديديسيون رابيد سوبريمي لو دوبلون. طبعا هذا نخلوه في حلقة جاية، نزيد نفسرو أكثر. بوليس هنا نبدلو الكونسولة. شوف هنا معناها تعطينا مظهر الشاشة، هنا مظهر من البرسوناليزاسيون تاعنا. حطو 20 جي هنا. ديسبوزيسيون نخلوه كيما هكا، زيادة تنشوفوه في الحلقة الجاية إن شاء الله. كولور نحطو أرير بلون، اللي هو اللون الداخلي للنافذة، لون النافذة نحطو أبيض. التكست اللي هو معناها الحروف نحطوها بالأسود. أبليكي أوكي. حلو الفيديو كومون نتاعنا جينا هكا. وعلاش اخترت كولور هذي؟ خاطر اوضح للعين، ما يتعبش العين، وفي نفس الوقت ظاهر معناها وجيد حسيت. مش هذي بركة نجمو نعمل بيرسوناليزاسيون، نجمو نزيدو حاجات اخرين. مثلا نحلو من فيديو كوموند، نطبعت نعملو ان فيشي باتش، نطبعت تيست باتش ماشي وقت هذا في نعمل زي منفذ باش يتشارج. نحبو يتشارج في كل ما نفتح، كل ما نفتحو، كل ما ننفذو سي ام دي اي تي يتشارج فيها الكونتينيو معناها نتاع الفيشي باتش هذي. الفيشي باتش هذي نجم نعمل متغيرات، مثلا سيت تايم تايم
نجم كذلك يا حبيبي دي ماكرو اسكيب اس دير اسكيب جراب اندستير. ونجم كذلك من خلاله نبدلو البرومبت تاع سيندي برومبت نحطو مثلا بي دولار بي اللي هي تعني هي فاريبل سبيسيال نتاع البرومبت دولار بي تعني شوما انكور شوما بي بعد نحطو دولار اندرسكور اللي تعني روتور رالي انا مرجوع على السطر دولار اس اللي تعني سباس دولار جي اللي تعني معناها علامة هذه جريدر لان دولار اس سباس اخر نسكرو نغلق البرش نتاعنا اللي هو هذا باش نعملو الان نفتحو البروبريتي نتاع تاع السينديت ندخلو هنا نخلو هنا باش نغيرو الطرف هنا في الكونسبيك باش نضيفو لها بروبريتي اخرى باش تسمح لنا باش نشارجيو الملف التنفيذي ليا داخلها نحطو كا نحطو عنوان هذا الملف هو سي يوزرز ديليت ديسكتوب تيست دوت نت ابليكي تو نورمال ممكن نفتح الملف السي ان دي هذايا تشارجي الملف التنفيذي هذايا فيها تعطينا النتيجة هذي نضربو الى اس نتاعنا نشوف البرومبت هنا برومبت متغير نحطو سيت ترا دوت تايم جاتنا دوت تايم اللي نعملها نحنا هذي نسكر هذه الطريقة الأولى به كل قائل البروبريتي اللي عملناها هذوما لابد باش يكونوا لابد باش يكونوا مخزنين في مكان معين المكان هذا نجم نخلطو فاسيل مو حلو سي دي نمشيو لجديد حلو نبيت باز دو ريجيستر قاعدة بيانات الباز دو ريجيستر نمشيو هاش كي كورنت يوزر كونسول شوف شو لقينا هنا سي ان دي ات اللي هي هذي راح ندخلو سي ان دي ات نشوفو هنا نلقاو هنا فونت فيس فهم اللي اسم فونت نلقاو كونسول اللي عملناها من قبل فونت سيز مثلا نلقاو هكذا ديسيمال بدلو ديسيمال اللي هي هذه الفونت سيز نتاعنا مثلا انسيرت مود ديسيمال انسيرت مود ان خاطر ما عملنا انسيرت كيما نتذكرو عملنا الانسيرت مود هنا نمبر اوف ستوري مثلا نحطو ديسيمال كاتر نحلو هنا بروبريتي هيستوري أربعة بون كل شيء معناها عملناه كل معناها غيرناه في كل شيء غيرناه في السيسيون هذايا باش يتخزن هنا هذه الطريقة الأولى الطريقة الأولى اللي هي بيرسوناليزاسيون تاع سيسيون معينة مش أي فيديو كوموند باش تحل باش تاخذ الفورم هذيك نحن نحبوا اي فيديو كوموند كي تتنفذ تاخذ نفس لي زاتريبيو اللي عملناهم نحن في السيسيون هذيك كيفاش نعملوا حلو فيديو كوموند اي فيديو كوموند نكتبو ريج كويري اش كي كلاينت يوزر سوفت وير مايكروسوفت كوماند بروسيسور نشوف باش نشوف هنا اللي معناها الفالور الموجودين هنا هما فالور معناها جلوبال نتاع السي ام دي
مثلا ديفولت كولور، ديفولت كولور هي اونكس ديسيمال، ديفولت كولور هي الاسود. كومبليشن شار، كومبليسيون هذه مثلا، والباث كومبليشن شار اللي هو الزوز. اسمحونا نعم بنزل التاب مثلا، نكتب دي وجينا للتاب، تاب تنزل على التاب جينا بشوال انابل اكستنشن اللي هي باش نتعرض لها بعد في حلقات جاية ان شاء الله. هنا شنو نعمل؟ نديرو باش نضيفو فالور اخرى، ريك نخلي لها ريك اد الفالور هذيا اسمها اوتورون، التيب نتاعها ريك الزد، ريك الزد تعني في الريجستر معنتها شندو كانت تسامبل دي اللي هي فالور سي يوز نريد ديسكتوب نحطو تيست بومبات انتري شوفو النتيجة نتاعنا جات هنا في الريجستر. راح نحلو اي باز دو ريجستر، اي سامحوني اي سي ان دي. شنو جاتنا؟ جاتنا نفس اي حاجة محطوطة هنا، اي حاجة محطوطة هنا باش تشارج في اي فيديو كوموند في اليوزر هذي. اليوزر اللي هو اسمه او اي، اليوزر اللي اسمه بي سي دي ان وليد. شوفوا هنا سيت سيت ذا تايم عملنا الفالور عملنا اليس جات مترا. نحاولوا نضيفوا حاجة أخرى مثلا، نحاول مثلا نحطوا مثلا نحطوا بوسكي مثلا عندي سي عندي مثلا ماك عندي ريميك دايركتوري. نحب نعمل نقيدو دوسي، نحب نعمل مثلا كوموند تقدنا دوسي في نفس الوقت تدخل الدوسي عندي سي مثلا عندي سي دي عندي سي دي. ترى نحاولوا باش نبدو ترى عندي سي قمنا سي دي ديسكتوب عندي سي وليد عندي سي وليد نعم هذا وليد. بون برونت نزيدو نشوفو الهجبة نتاعها مش برونت دوسكي سان دوسكي دوسكي. شوفوا اللي دار اكيبون توسكي سوي مكرو تي سيباراتور دو كوموند. معنا بلي نكتبو هنا تي في بلاست هذي نعملو تي هذي نعملو هكاي. تعالو نجربو توا نفسخو وليد نعمل مطوى يقدمنا من خلال NDC جو ساعة ديسكتوب NDC وليد نعمل مطوى يقدمنا عنده شيء اسمه وليد وطفيش هنا في البرومت CD users وليد ديسكتوب وليد. نشوف هو هاكا نتفهم كوليد هندخل في وسط الدوسي هنا نشوف الحلقة نتاعنا انتهت ان شاء الله تكون قد افادتكم. انتظرونا في الحلقة في الحلقات القادمة سنتحدث بأكثر عمق في CMD وكذلك في ملفات الباتش او ملفات الحزم التنفيذية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.